انا برايي، انا برايي يعني القوات اللبنانيه استعملته استعمال صحيح، انه انت سني من طرابلس طلع انت قول البيان، وهو طلع يعني مبسوط انه على اساس الكاميرات يعني الى اخره. طيب انت وين بدك تروح من اهل طرابلس واهل الشمال؟ يعني شو بدك تقول للعالم الا اذا انت هالقد يعني خلص شمعت الخيط يعني. على كل حال مطلوب من اهل طرابلس والشمال ان يحاسبوا مثل هؤلاء النواب الذين يصلون بالصدفه ويتحالفون مع من قتل رئيس حكومتهم الرئيس الراحل رشيد كرامي. طبعا انا مش عم حرض، بس انه هذا النوع من الكلام لا يمكن لاحد ان يسكت عليه. وانا هون مش عم بحكي بس صحافي، انا عم بحكي كمواطن لي انتماء. انا ما فيني اجرد حالي، انا مش طالع احكي ومعي صحافي تاني عم نعمل قراءه موضوعيه للاحداث، لا، هي ما لها علاقه بالقراءه الموضوعيه ولا بالمهنيه الاعلاميه. انا مش عم بكتب مقال هلا، انا عم بحلل عم بقرا انه يا اخي كيف بعض، كيف يا ستنا كيف بعض الناس بيعطوا خدمه للاخر، خدمه لعدو لبنان، بيقدموا له اياه على طبق من فضه وبيطلع بزيد عليك باللبنانيه. لا مش بس هيك، بيطلع بيقول لك يستخدمون القضيه الفلسطينيه ولا يخدمونها. طيب انت بشو عم تخدمها للقضيه الفلسطينيه؟ اعطيني لاشوف شو الخدمه اللي قدمتها للقضيه الفلسطينيه لحتى تطلع تقول انه حزب الله عم يستخدم القضيه الفلسطينيه. لا وايران ما بتشوف استاذ فيصل انه هيدا الحراك اللي عم بيقوموا فيه المعارضه وعم بيقولوا انه رح يستكمل لاحقا بخطوات اخرى، انه ياتي على قاعده انه الحرب بعد 9 اشهر وفتح الجبهه اللبنانيه على وجه الخصوص لم يؤتي بثماره او بهدفه الاول وهو وقف الحرب على غزه. شوفي، مرة واحد يريد أن ينكر يعني كل ما جدوى هذه الحرب بالنسبة لهم يعني ما جدوى. لا يعني أولا، هل أعلنت إسرائيل أنها انتصرت؟ هل حققت أهدافها فيما رفعته من شعار الحرب على غزة؟ طيب إلى الآن، مع العلم الآن بدأوا يحكوا عن المرحلة الثالثة يعني التي هي يعني آيلة إلى إعلان وقف إطلاق النار بشكل أو بآخر. طيب هل استطاع نتنياهو أن يخرج ويقول أننا انتصرنا؟ هل خلص الأسرى؟ هل قضى على المقاومة في فلسطين أو في قطاع غزة؟ هل قضى على أحد من قيادات حماس؟ هل أتى برأس السنوار كما كان يدعي؟ طيب كل هذا لم يحصل. لا يطلع واحد يقول لك أنه شو نفع وشو جدوى هذا الأمر. اولا هذه الجدوى مش ضروري تقرايها في اللحظه الحاليه، وان كانت هي موجوده يكفي اعتراف المقاومه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني وتحيات الى جبهات الاسناد من لبنان الى اليمن الى العراق الى سوريا الى الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، يكفي هذه التحيات المتواصله حتى من ناس مفجوعين بكل عائلاتهم استشهدوا طلعوا كانوا عم يحكوا هذا الحكي، مش لاطرين حتى حدا بلبنان يعترف ما جدوى هذه المعركه. لو كان، لو لم يكن في جدوى، لماذا الامريكي والبريطاني راح على اليمن وبلش يقصف اليمن ويضرب اليمن؟ لو لم يكن هناك من جدوى، لماذا كانوا يهددوننا دائما هوكشتاين وغير هوكشتاين بانه يعني الوضع في لبنان مقلق وانه اسرائيل لن تستطيع الانتظار؟ هذا يعني ان الجبهه في لبنان المت العدو الاسرائيلي، جعلت كل الجيش الاسرائيلي في حاله استنفار. يكفي انه يعني على مدى 9 اشهر انه هذا الاسرائيلي محاصر ببقعه جغرافيه، الى الان صار مطلق اكثر من 130 تهديد من اعلى السقوف، يعني باعلى السقوف، ولم يستطع ان يفعل شيئا لانه عاجز ومربك وخائف فعلا من قدرات المقاومه. لا تطلع يعني، انا بدي اسمع لنائب بالبرلمان اللبناني معروف شو اهوائه ومعروف حقده التاريخي على المقاومه، بل حقده على 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 بني جلدته في كل هذه المنطقه، انه هو بده يعطينا شهاده اذا كانت هذه المقاومه نفعت او لم تنفع. المقاومة لم تدعي، بس بالمناسبة المقاومة لم تدعي أنها لوحدها أو لوحدها ستمنع يعني استمرار الحرب على غزة، لكن قالت أنه على الأقل أنا سأكون إلى جانب هذا الشعب في غزة والمقاومة في غزة، ما لم يقف العدوان لا أوقف عملياتي العسكرية. كانت واضحة، ما قالت أنه أنا بقدر أوقفهم، ما قالت أبدا هذا الحكي حتى لا حدا يطلع ينتقد المقاومة. أنا برأيي يعني علينا أن نكون أيضا مقتنعين بأنه هذه المقاومة، ما أنا ما بدي كل هذا الحكي شو بدي فيه، ما قاله بلينكين بالأمس سيد هؤلاء
والذي يأمرهم وزير الخارجية الأمريكي، شو طلع يقول؟ اللاعبين الكبار في المنطقة، وصف حزب الله باللاعب الكبير. طيب لما أمريكا بتحكي عن حزب الله هيك، بعد حدا بيرد على نواب المعارضة اللي ما حدا يعني ما حدا شايفهم ولا حدا سائل عنهم؟ يعني مع احترامنا لهم كأشخاص، أنا ما عم بتناولهم بالشخصي، أنا عم بتناول المنطق تبعهم. هذا المنطق يضعف اللحمة الوطنية أصلا من غير شيء، هي ضعيفة. يعني هؤلاء يزيدون في يعني تمزيق النسيج الوطني اللبناني، في حين أن التيار الوطني الحر في مواقف الوزير جبران باسيل أعاد جمع ما يمكن جمعه في الساحة اللبنانية. وهون تحية لهم بهذه الجولة العكارية التي قام بها والتي أثارت غضب القوات اللبنانية. يعني اليوم نازلين بيان، يعني عيب الشوم على هذه اللغة السياسية اللي بتستعمل في لبنان. بكل الأحوال على كل حال، يعني مثل ما بيقولوا يا جبل ما يهزك ريح، لا حزب الله يعني مهتم لهذا الصراخ، ولا التيار الوطني الحر يعني يقف بالمواقف الوطنية يعني نتيجة يعني بعض الكلام من هون وهنيك ممكن يغير رأيه. لا، هذه رؤية ثابتة. يعني اللي عم تقول عنهم انه يعني حراكم لن يقدم ولا بيأخر كنواب معارضة، عم بصير في مساعي كمان لضم بلكي التيار الوطني الحر، ما بنعرف يعني مدى جدية هذا الكلام لهلا، انه طالما كمان التيار الوطني الحر يرفض انه او يتحفظ على موضوع جمع الجبهات وتوحيد الساحات. التيار الوطني الحر سبق كل هؤلاء بالموقف، يعني مش جديد، وهذا الامر تفهمه حزب الله ولم يعني يعلق عليه وترك الامور. لكن التيار الوطني الحر اخذ موقف ومش كل يوم طالع عم يحكي فيه وكل يوم عم بيطنطن فيه، بالعكس يعني اخذ هذا الموقف بالمبدا لانه يعني مقتنع بمثل هذا الامر، وحزب الله احترم هذا الموضوع دون ان يعلق عليه، مش بالضروره وافق عليه، لكن على الاقل احترم هذا النبل في التعاطي مع الموضوع. يعني في موقف اتخذوا التيار الوطني الحر، موقف وسطي بتعتبره او موقف لا كيف؟ بصرف النظر وسطي ولا مش وسطي، يعني هذا ممكن يكون كمان موقف كثير. انا ما بدي انكر انه في كثير ناس بلبنان يمكن يكونوا مسؤولين بالدوله الان وعندهم هذه النظره، لكن مره واحد بياخذ موقف وخلص بيوقف عنده، يعني انه بخليك يعني كمحطه اساسيه، انه اذا حدا قال له يوم من الايام والله انا اخذت هذا الموقف، بس هذا لا يعني ان اتجرد عن وطنيتي وتجرد عن شعوري مع ابناء بلدي ومع ابناء الجنوب الذين يتعرضون، والشهداء اللي عم يجوا من بعلبك وبيقتلوا بجنوب وبالضاحيه عم بيروحوا على جنوب وعم يستشهدوا، بيجي انا بتجرد بس لاني قاعد بكسروان وبجبال او قاعد بطرابلس، ما لي علاقه بهذا اللي عم بصير، انه والله يابا خلي شيعة علي تندب علي على طريقة الشعار التاريخي. لا، هذه أرض لبنانية، وإذا تداعى أي جسم بالمرض مفترض كل باقي العناصر أن تكون متضامنة. ما بدك تتضامن، لا تكون حربة في ظهر المقاومة أو في تطعن بظهره. التيار الوطني الحر لا، آل على نفسه أن لا يكون حربة، بالعكس أن يكون رأس حربة متقدم وأن لا يكون خنجرا في ظهر المقاومة. وهذه قيمة التيار الوطني الحر بال2006 بأول تجربة، بال2011 مع الحرب على سوريا، بحرب تحرير الجرود وفجر الجرود الرئيس ميشيل عون راح على غرفة عمليات قيادة الجيش وخاض المعركة، والتيار الوطني الحر في كل الوقت كان عم ياخذ مواقف بهذا المعنى الوطني الكبير. ما في حدا يقول نعم مختلف هو حزب الله في الرؤية الداخلية. هلا انت عم تقولي لي انه ممكن نواب المعارضة يسحبوا التيار الوطني الحر الى موقف معين؟ قالوا لمحوا انه ممكن نحاول التواصل مع التيار الوطني الحر. شوفي يعني التيار الوطني الحر جرافة، هي تسحب الاخرين، ما معقول يعني انه يصير الامر بهذا المستوى، يعني انه يصير في ثلاث اربع نواب يعني هن يحسوا حالهم انه هن يعني بيكونوا رافعة العمل السياسي بالبلد، مع احترامنا لهم. يعني التيار الوطني الحر ينطلق من رؤية، حزب الله ينطلق من رؤية، في رؤية. حتى إذا تحدثنا باللبنانية الضيقة، التيار الوطني الحر عنده لبنانية صحيح، لكن عنده لبنانية غير مأمورة للخارج،
غير مرتهنة للخارج، مش مثل الآخرين عنده اللبنانية مرتبطة بالخارج ويطلب منها من الخارج أن تقول ما تقوله. يعني معلش في تفريق كتير، والواحد الناس شايفه، يعني ما حدا بيقدر يغبر على كلاس مثل ما بقول أو على طحان، فكل العالم شايفه. يعني لا، تيار الوطن الحر مواقفه لبنانية صميمية، بتختلفي معه ما بتتفقي معه، لكن على الأقل بتعرفي إنه هذا، يعني هذا التيار. هلا بديش أعمل أنا جردي لقراءة بموضوع التيار، وإن كنت يعني أكبر مواقفه وخاصة الموقف الأخير، لكن هذا يعني يجب علينا أن نضع الأمور في نصابها، في حين أن الآخرين لا يطلقون النار على المقاومة لأهداف خارجية. واضح أنه ما إلى علاقة لا بالوطنية اللبنانية ولا إلى علاقة بالنسيج الوطني اللبناني. ما واحد بيطلع بيقول لك أنه ما بيشبهونا وما بيشبهونا، مش عارف. أنت نائب بتحترم العالم، بتحترم حالك بالمجلس النيابي، بتطلع بتقول هذا الحكي، شو مينك أنت؟ يعني مينك أنت حتى يتشبه بك الآخرون أو حتى تكون عنوان للتشبيه؟ يعني وكذا معيب. هذا الولد الصغير بيستحي يحكي هذا الكلام. نحن صرنا نقبله انه بنشتغل عليه بالاعلام، والله بتشبهونا وما بتشبهونا، بنشبهكم وما بنشبهكم. هذا معيب، يعني معيب. بتسمع مثل اليوم هذا البيان بالتيار الوطني الحر للمره الالف، تعود وبيقول عم تشتت علينا الدنيا. هذا بيان للقوات عم تقول ايه، هذا بيان بيحترم العالم، بيحترم البشر. شو هذا؟ هذه لغة الزقاق ولغة الشوارع ولغة ناس ليس لديهم اي شيء من الاخلاقية بالتعاطي السياسي. طب لا، يعني فيك تنتقد وتعمل قد ما بدك بيان قاسي اللهجة بالموقف، لكن أن يصل الأمر بك إلى هذا النوع من الشتائم الرخيصة عيب. طب ده شو بيدل كل هذا المشهد، إن كان اللي عم نشوفه من نواب المعارضة، بيان القوات اللي شهدناه بمطار بيروت، والكلام هذا بيدل إنه التيار الوطني الحر حمى لبنان وحمى المسيحيين في لبنان وفي المشرق بهذا الموقف اللي أخده، حتى لا يؤخذ لبنان إلى قسم كتير مقيتة انه المسيحي مع اسرائيل او المسيحي ضد المقاومة، بديش اقول مع اسرائيل، او المسيحي ضد المقاومة والمسلم مع المقاومة. هذا الموقف قدر عمل معادلة بالوضع الوطني، لانه نحن عم نحكي بالقوى المسيحية. واضح انه يعني بتسمع الكتائب بتحسي حالك انه انت كأنه هؤلاء لم يمر عليهم الزمن ولم يتعلموا من تجربة ما قبل 82 والحرب الأهلية ورهانهم على الإسرائيلي. ما بدهم يتعلموا، يطلعوا يقولوا نحن رهنا على الإسرائيلي وكان خراب البلد وكان تهجير المسيحيين، وهذا ذكرهم فيه التيار الوطني الحر بشكل أو بآخر. طلعوا يقولوا للقوات اللبنانية وسمير جعجع كل رهاناته أدت إلى تهجير المسيحيين وقتلهم وارتكاب المجازر. أنا ما بدي أذكر بالحرب الأهلية، بس أنتم بتقولوا حرب أهلية، بررتوا لحالكم حرب ضد الفلسطينية، شوهتوها وطلعتوا تقولوا حرب ضد الغريب. هلا شو عم تقولوا بهذه المواقف؟ يعني عم تقولوا إنه نحن مع الإسرائيلي ضد حزب الله اللبناني، تطلعوا بتقولوا عنه حزب الله الإيراني لتبرروا الحرب. وهذا ما تحول يعني بعض السفارات مثل ما سمعنا على طبعاً، يعني على طبعاً تركي. وهذا بيان السفارات أكيد مش ما يعني مش خارج عن هذه الفورما، يعني في هناك خريطة طريق انشغلت من السفارات ومن بعض القوى في لبنان. إجا التيار الوطني الحر بهالموقف، لا أخذ الأمور إلى مطرح تماماً، يعني تماماً مطرح الوطني الحقيقي. أنا بختلف معك بوحدة الساحات، لكن لا يمكن أختلف معك أنا بضرورة الوقوف بوجه العدوان الإسرائيلي. ومش بكرة بقول أنه أنا ممنوع الدولة اللبنانية تعطي للبيت المتضرر، أنه يعني شو المنطق هذا؟ هذا منطق عدو لبنان ما بيقوله لك. حتى أعداء لبنان الآن بيقولوا من ضمن الشروط اللي عم يحكوا فيها إعادة إعمار الجنوب، هن عم يحكوا. تطلع أنت بتقول أنا هم كركي اليوم لبنانية. ألم تتمهى أيضا مع هذا الموقف الوطني اللي بكركي بعد التوضيح اللي قامت فيه؟ برأيك أنه ما بتتمهى كمان مع الموقف الوطني مثل ما وصفته للتيار الوطني الحر؟ هلا ما بعرف، يعني أنا برأيي غبطة البطريرك أدخل حاله في في أو تراجع أدخل أو حاله في حلقة ما كان أبدا. لا، ومبارح المطران عودي كمان، يعني هلا يعني مش بس إنه البطريرك الراعي، كمان مبارح المطران عودي، يعني كلامه كلام مؤذي وكلام لا ينم عن أي مسؤولية،
وهذا كلام لا يليق بمطران او براعي طائفه. هلا ما بعرف اذا هو بالعنوان هو راعي ابرشيت بيروت، مطران بيروت، بطريرك، والله ما بعرف شو التوصيف، بس بتصور مطران بيروت. نعم. هذا معيب، يعني مطران بيروت يطلع يحكي هذا الحكي؟ لا، ويتوجه بالشخصي الى السيد حسن نصر الله بيقول لبنان يحكمه شخص، عيب. انت كيف توقف على منبر الكنيسه بتحكي هذا الحكي؟ انت بتقتنع فيه؟ مين اللي عم يقول لك هذا الحكي؟ هذا ينبع من لا مسؤوليه، واحد انه يعني مكرس نفسه ايضا ان يستخدم المنبر الكنيسي لمثل هذا الحكي. بس هون مش ما بالعوده الى البطرك، بالعوده الى البطرك ادخل حاله في حلقه لم يكن هناك من داع لها، ولم يكن هناك من داع للدخول بهذه السجلات. لا بطلع بصرح هيك، شو يعني؟ ما انت اصلا عظه مكتوبه، ليش بده يكون فيها هذا الخطا يعني؟ يعني ليش بده يكون فيها هذا الخطا؟ بعدين ليش هذه المنادات بالقرارات الدوليه فقط بجانب واحد؟ معتبره اساسا غير موجه للمقاومة. جيد، ماشي، على كل حال خيرا فعلوا بالتوضيح اللي صار يعني، وان كنا بغنى عن هذا الامر وبغنى عن بيان سماحة المفتي الشيخ احمد ابلان، يعني كنا بغنى عن هذا السجل. بس انه لما بيطلع شيء مثل هالنوع بدك تسمع رد بالمقابل، يعني هذا البلد على طول هيك. انا كنت بتمنى من مفتي جمهوري انه يقاطع كمان وما يروح، كان في موقف، بيطلع موقف على الاقل موقف اسلامي، وشيخ عقل الطائفة الدرزية كمان ما يروح.